النجلة التونسية اللي ديجا ريكلامات برشا على شمس الدين باشا. شمس الدين باشا اللي لعبت كل يعرفوا انه عنده برشا مشاكل مع برشا فنانين كيما محمد جبيلي، كيما المشكلة اللي صارت مع أحلام. دونك النجلة التونسية كانت حاضرة في برنامج الدوامة في FM. دونك قالت انه السبب هذايا، انه السيد هذايا كان السبب في انه قطع لها خبزتها. وهو شنو قالت اخر؟ قطع العنيق ولا قطع الرزق. انا شمس الدين باشا عبد كيحب يقطع رزق عبد، ولا عبد اي فنان، مش انا، مع برشا فنانين. انت شو تقول عليا انا صوتي؟ فما فنانين اصواتهم احسن من صوت شمس الدين باشا وتطاول عليهم. العبد اللي يعمل هكا انا ما تقارنيش بيه. الفنان قبل كل شيء هو انسان واخلاقه قبل كل شيء. ينجم انا يكون عندي صوت مزيان والعبد ما تحبنيش، وينجم يكون كيما انا نطلع انا نقول لاني مطربه، انا نطلع نقوله هذا، مش انت بتجي تقوله لي. انا من اصلي نقوله انا خاطرني مراه متصالحه مع روحي ونعرف انا شنو اللي قاعد نعمل فيه. صحيح. فهمت كيفاش؟ اما عبد اللي باش يحاول يقزم الناس ولا باش يحاول يقطع لك رزقك، انا ما تقارنيش بيه. ولو هو يكون شكون احسن واحد في تونس اكهو مي حاجه اخرى. كشمس الدين باشا كفنان ما عنديش معاه مشكله. مشكلتي هذه اللي معاه انا، كي نسمع يبدا عندي خدمه ويقول لي ديك لي، مش معايا انا، مع برشا فنانين معني رجال ونساء. راهو حس ماكش بشكل الدنيا الكل معناها. كيف صارت مع الدليج وصارت مع فنانين اخرين زاده، حرام معناها ماكش باش تخدم على الناس الكل. انت تقطع لي رزقي من ورايا وكي تشوفني تقول لي على السلامة تبوسني، لا تبوسني ولا على السلامة، ما تبوسنيش، خليك على روحك وين على روحك. هذا يعني هذا التنافس معناتها بين شمس الدين وفي الواحد في الاخلاق وفي الطرب وفي اللي كنت تحكي فيه الكل. رماك لولا معناتها ما تخيلش الانستغرامون نتاع نجلة يستحق اكثر من دقيقة باش نسمع صوتها. هو والله دقيقة داير الانستغرامون. دوزيام النقطة الثانية ما نعرفش اسكو قيس سعيد راقد على ظهري في بينو شو بدنا نسمع؟ مش يسمع كل شيء قيس سعيد. مش يسمع نجلة التونسية. دونك بداية أزمة معناتها يعني حاليا ما بين أزمة نجلة التونسية وشمس الدين باشا. أكيد ننتظر رد شمس الدين باشا وبعد مش عاود يجاوب ونجلة مش عاود يجاوب وبعد راوس تريجر يفو يجب مقرر وطن في سمعنا ولو رب يعطيه مقصد طيب. هذا يا التوانسة شنو تفرجوا يا جماعة وشنو بارتاجي ونمبر دي فيو ونمبر دي بارتاج برشا. يا مرة حكينا قداش العربون فك علينا.